بعد ظهور تسجيل مكالمة المدعو حمد بن جاسم بالمدعو علي سلمان والذي بثه تلفزيون البحرين، ظهرت معه تباعا كل الحقائق والأدلة التي تشير بأصابع الاتهام إلى عراب التدخل القطري الإيراني في البحرين حمد بن جاسم، الذي قاد مخطط التآمر لقلب نظام الحكم في البلاد لسنوات طويلة. الدكتور منصور الجمري عضو منظمة المنظمة العربية